اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير. رمضان كريم، ليلة القدر 29 رمضان لسنة 2024. النهاردة ليلة 29، زي ما احنا شايفين الشمس طالعة، هي في التصوير باينة ان هي خلف الغيوم، ليها اشعة لكن هي بدون اشعة للعين المجردة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. طبعا في بعض السحب حوالينا، وغالبا لما هتعلى هتخش في السحب تاني، يعني هي بين دلوقتي في منطقه ما فيها السحب. ادعوا لعلها تكون ليله القدر ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الشمس مستديره لا شعاع لها كالقمر، فعلا كالقمر ما شاء الله ما شاء الله. الشعاع اللي انتم شايفينه في الكاميرا انا مش شايفه بالعين المجردة، تمام. من علامة من العلامات ان الشمس بتطلع صبيحة ليلة القدر بلا شعاع، بيضاء كالقمر. طبعا هي خلف بعض الغيوم، تمام، وهتطلع دلوقتي فوق الغيوم وهتختفي. فقولوا مع بعض: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، دعاء ليلة القدر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا يا رب، اللهم اعف عنا. اللهم ان كانت ليلة القدر فاغفر لنا وارحمنا. اللهم ارحمنا، اللهم توب علينا، اللهم ارزقنا، اللهم وفقنا. اللي ليه اي دعاء يا جماعة يدعو الله، يدعو الله لعلها تكون ساعة استجابة. ادعو دايما بدعاء ليلة القدر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. طبعا كان في بعض الامطار البسيطة الصبح، في بعض الامطار البسيطه الصبح، امطار بسيطه جدا على المكان. احنا طبعا بنصور من الساحل الشمالي لمصر، بحر متوسط، شواطئ دمياط. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عفو عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عفو عنا. رددوها، اكتبوها في التعليقات، ادعوا لبعضكم. اللي عنده ان عايز حد يدعي له اكتب في التعليقات: اللهم انك عفو كريم تحب العفو عفو عنا. ندعو لبعض يا جماعة لعلها تكون ساعة استجابة. طبعا الشمس هتبدأ تخش في الغيوم اللي فوق وهتختفي فترة طويلة وراها الغيوم، طبعا مش هتبين لها حاجة، لكن ما شاء الله الشمس كان شكلها جميل جدا جدا، مريح للنفس. الليلة كانت هادئة، مفيش رياح، مطر رذاذ خفيف. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، يا رب، يا رب اكرمنا، يا رب ارزقنا. بدأت الشمس تختفي، بدأت تختفي. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بصحة ورزق، كل عام وانتم سعداء. يا رب جميع ايامكم تكون بخير وصحة وسعادة وسلام ورزق. يا رب يكتب لكم الجنة ويغفر لكم كل ذنوبكم يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكتب لنا الجنة. اللهم توب علينا وارحمنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب، يا رب بارك لنا في اموالنا واولادنا وحياتنا وكل ما يخصنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 ادعوا، ادعوا يا جماعه، اكتبوا في التعليقات وادعوا لبعضكم في التعليقات. خلاص هتختفي، بمجرد ما هتختفي هنقفل الفيديو. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل ما انعمت به علينا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.